بعد ما جهزنا الـ environment بتاعتنا أو البيئة بتاعتنا، نزلنا الـ MongoDB الـ connector، وعملنا طبعاً في الـ Mongo database أصلاً بالـ compass، عملنا الـ database بتاعتنا library، وعملنا الـ collection بتاعنا الـ book، وضفنا جواه شوية بيانات، ونزلنا هنا الـ connector بتاعه الـ MongoDB، ونزلنا الـ express، وهنا الدنيا لسه فاضية وجاهزين إن إحنا نشتغل عليها. فانا طبعا ديك هتشتغل على اي اديتور، انا هشتغل على فيجوال ستوديو كود، فهضيف فايل جديد كده، طبعا هعمل بار اعرف الاكسبريس، ودوت اقول له ريكواير ان الاكسبريس يكون موجود، وهعرف منه الاب بقى اللي هو هيشغل الدنيا، هقول له اب، ودوت الاب دوت ايه، هنادي بقى على الاكسبريس اللي احنا عملناه. ماشي، ممكن اسيب الفايل عشان يساعدني في الكتابه، فهقول له على نسينا الريست بي اي كده، ده الفولدر بتاعنا، وهقول له مثلا اي بي اي 1.js، واديله سيف. ماشي كده، عرفنا بس الجي اس بالمره، نعرف المونجو عشان نستخدمها، هقول له بتساوي، وهريكواير مونجو دي بي، بس هقول له هات لي منها مين، هات لي منها المونجو كلاينت. كلام جميل كده، احنا جهزنا كل الحاجات اللي احنا محتاجينها. نبدا بقى نعمل اول خدمه او نشغل السيرفر. السيرفر طبعا بيشتغل بايه، باب في الاخر خالص، ممكن نقومه باب دوت لسن، وهيقول لي البورت اللي انت هتشتغل عليه، اقول له البورت مثلا 8080، اي بورت مش محجوز، والهوست طبعا 127.0 او لوكال هوست يعني 0.0.1، ده كلمه لوكال هوست. ماشي، ده هيقوم الايه السيرفر، وهنا اهو هنبدا نعمل اول فانكشن اللي احنا عايزين نقومها اساسا، اللي هي بتاعه الجيت، اللي هي دي اول واحده ليست بوكس، ودي جيت مش هتبعت لي اي حاجه في البادي يعني في الريكوست، لكن هي هتعرض كل الكتب. قلت له ماشي، فهنيجي هنا ونقول له اول حاجه اب دوت جيت، وهنشتغل على بورت سلاش على يو ار ال سلاش، وهنسميه ليست بوكس، وبعديها هنحط الكول باك فانكشن، فاقول فانكشن، وطبعا الفانكشن دي الاساسيه اللي هي بتاخد الريكوست والريسبونس بتاعي، وكده جاهزين للعمل. الفانكشن بتاعتنا اول حاجه هعملها ان انا هكونكت من خلال الفانكشن دي، او انا ممكن اقول له ريتيرن على طول مباشره كده، هقول له ريتيرن مثلا نوت implemented yet، يعني لسه ما كودناهاش او لسه ما دخلناش في تنفيذها، عشان بس اقوم السيرفر على كده واجرب كده الدنيا قايمه والدنيا تمام ولا لا، او بيريتيرن نوت امبلمنتد يت ولا لا. ودي ممكن نروح نتستها كده، نفتح على طول ونقول له على نفس الفولدر، وهقول له نود سبيس، واقول له اي بي اي 1.js، بس انتر، ما عملش اي حاجه لسه، لازم نقول ونفتح اي براوزر واقول له لوكال هوست 8080، او اكتب البورت. قال لي كان نوت جيت. ليه كان نوت جيت؟ كان نوت جيت لان انا دلوقتي ما عنديش حاجه اسمها جيت عموميه، انا عندي جيت سلاش ليست بوكس، دي الوحيده اللي بسيرفها دلوقتي، فانا محتاج ان انا اقول له سلاش ليست بوكس، وادوس على انتر، ليست بوكس ولا غلطان؟ مظبوطة، هل في أي ايرورز هنا؟ هنا مفيش ايرورز، مردش عليه بأي حاجة خالص، ليست بوكس، المفروض إن هو كان يبقى رد عليا بإن هو ماشي، ممكن أقول له ريسبونس دوت رايت او دوت اند على طول،
دوت امبلمنت ديت سيف كده ورجعنا كنترول سي سأعمل جوه انتر عشان يقفل بس اللود ده. تعالى نقول مظبوط قال نوت امبلمنتد ايه يت، يبقى كده الفانكشن بتاعتي جاهزه لي جاهزه للعمل. هنا هي بقى عايزين نشتغل، هنشتغل بايه؟ بالمونجو. احنا هنعمل كونكشن على المونجو ونشتغل. هنقوم عاملين ايه؟ هنلو مونجو دوت كونكت، عايزين نكونكت. قال لي اديني اليو ار ال بتاعك، قلت له اليو ار ال اللي هو عباره عن مونجو دي بي وكولون وبعد سلاش سلاش هنقول له لوكال هوست او هنقول له اسم السيرفر زي ما انت عايز. وهنا البورت، والبورت بتاعنا كان 27.0.17 على المونجو دي بي. وبعد كده بعمل كول باك فانكشن اللي هي فانكشن كده، وطبعا الفانكشن دي بترجع لنا ايرور، يا اما بترجع لنا كونكشن اي ار ار، او بترجع لي كونكشن تمام. ودي بداية ونهاية الايه الفانكشن الجميلة دي. ماشي، الفانكشن دي لما بتعمل كونكشن طبعا ببساطة جدا هنقول له اف ان الايرور حصل. كل اللي هتعمله ان انت هتعمل ريتيرن، هتعمل ريتيرن للايرور دوت مسج رسالة الخطأ اللي حصلت، ووقف طبعا الريتيرن هتوقفه. طيب طب خلاص، هو لو عدى السطر بتاع الاف والشرط بتاعها ده هيبقى مفيش ايرور. طالما مفيش ايرور بقى هعرف مثلا var library ده اسم الداتابيز اللي احنا عاملين بيها، اللي احنا عاملينها خلاص وعملنا كونكشن. فانا هخلي الكونكشن ده اللي جالي ده اللي عمل اتصال هقول له انا عايز اوصل للداتابيز، هيقول لي اديني اسم الداتابيز الدي بي داتابيز نيم، الدي بي نيم هقول له الداتابيز نيم كان اسمها library جوه السيستم. فانت هتحاول توصل لها ويبقى هي دي بالنسبه لي الفاريبل اللي هيتعامل مع الداتابيز بتاعتي مباشره. لابلري ديت هقول له انا عايز منك عايز كوليكشن معين عندك. ايه هو كوليكشن؟ كنا عاملين كوليكشن اسمه بوك صح. هعمل دوت فايند هدور فيه، عايز اجيب كل الداتا، فهعمل القوسين دول كده فاضيين كده خلاص هيجيب لي كل الداتا، واقول له دوت تو اري عشان طبعا يجيبها لي كاري ميثودز فيها داتا كتير، وهتاخد مني الكول باك فانكشن على طول دي برومايس يعني بتشتغل السنكرونس يعني. ماشي، المهم او اعملها بشكل كول باك فانكشن او اقول له ايه البرومايس وادي له اللي انا عايزه. ماشي، انا هعملها كول باك فانكشن. هلا ادي فانكشن، الفانكشن بتاعتنا بتاعته هي بتجيب الداتا. في عندها حالتين، يا اما هتجيب لك ايرور يا اما هترجع لك ريزلت. دول التو بارامترز، في ايرور هيرجع في ريزلت هترجع. طبعا لو في اي ايرور هعمل نفس الايه الطريقه اللي فاتت، هي اف ان في ايرور هيرجع الايرور دوت ايه دوت مسج. طيب مفيش ايرور هيعدي الاف ديت، طالما مفيش ايرور. طب طالما مفيش ايرور والدنيا تمام هقول له خلاص كده احنا خلصنا كل حاجه وجبنا الداتا، معانا الداتا متشاله جوه ريزلت اهي. طيب دي اللي هي النتيجه يعني. فكل اللي انا عايزه ان انا اولا هقفل الكونكشن بتاعي، هقول له كونكشن دوت كلوز، اقفل خلاص الكونكشن مع الداتابيز، احنا جبنا الداتا والحمد لله ومعنا فاريبل شايلها، واقول له ريسبونس دوت رايت، عايزك تكتب في الرد بتاعك الريزلت اللي جات لنا. طبعا عايزين طبعا هي جيسون، فاحنا محتاجين نعمل له جيسون دوت سترينج باي الريزلت اللي جالك دي تمام. وبعدين خلاص قفلنا، فهقول له يا ريزلت دوت اند، قفل خلاص ان احنا خلاص رجعنا الداتا بتاعتنا. ندي سيف ونروح نشوف هنعمل ايه. كنترول سي نوقف ونعمل سهم فوق وندوس انتر عشان نشغل، وتعالى ران دوست انتر. قال لي في ايرور عندك ايفنت رايت افتر اند، انت بتكتب بعد ما الدنيا قفلت خلاص، يعني كتبت ال برايتر وانا اصلا قافل في السطر 15. فقال لي ريسبونس دوت رايت اللي انت كاتبها دي انت عملتها بعد ما قفلت او بعد ما خلصت شغل يعني.
ف قلت له ماشي انا خدينا هنا نقفل في الاخر. لو كان هو مشكلته الحتة دي بس ماشي كنت ماشي واجرب من اول جديد وارجع هنا اعمل انتر طلع نفس الايرور قال لي رايت افتر ات برضو ولي شايفها ان احنا عملنا انت يعني مش كاتب حاجة برا كاتب حاجة not implemented yet ايه صحيح ما انا عملت نوت ايه ارجع تاني معلش كنت واخد بالي من اللي احنا عاملينه ارجع الاصل اللي احنا كنا كاتبينه يعني ده الاصل احنا بس المسج اللي كنا سايبينها زمان اللي هي response.end not implemented كويس دي حصلت هو بيقول لي ايه اما جه نفذ كده وجه عند الرايت قال لك انت قفلت ازاي لان طبعا دي كول باك فانكشن فالكول باك فانكشن اللي احنا عارفين بتشتغل اسينكرونس صح فدي اللي حصل ان هو رن دي الاول انه اول حاجه بيرنها دي خلاص ادي ال اب دوت جيت مونجو دوت كونكت دي شغاله كول باك فانكشن فالكول باك فانكشن بتاخد وقتها زي ما هي عايزه المهم ان هو عمل ريتيرن الاول للريسبونس دوت اند بعد كده ما جه مشي هنا مشي هنا مشي 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 قال لك انا هرايت في الريسبونس قال لك الريسبونس ده هترايت فيه وانت عملت له اند فهناخد بالنا لو جبنا بره في الكول باك فانكشن ان الفانكشن دي بتاخد وقتها ودي بتبقى شغاله في مسار لوحدها او اسينكرونس فمش هينفع نعمل الحركه دي فقلت له عموما قلت له كنترول اس كده ورجعت رنيت من اول جديد دوست انتر اهو رد عليا وادي الايه وادي النتيجة الغريبة اللي جابها لي اللي هي عبارة عن الداتا اللي كانت موجودة طبعا يعني كنا ممكن قلنا response dot write header ممكن نظبط شكل الحاجة أساسا أقول له content dash type أقول له دي هتبقى كانت تبقى application على جيسون نشوف كده هيفهم ويحاول يحسن العرض ولا لا المفروض الاول نقول ان ده رد ماشي لسه تسكود 200 سليمه وكنت طيب مش عارف ايه نحط لها الاقواس ريسيف تعالى ايه كنترول سي وقف يطلع سهل فوق دوس انتر تعالى هنا ندوس انتر بدا يفهم بس الايه يرتب لك ان دي ده فهم ان دي جيسون وبدا ايه يرتب لي الجيسون فايل اهو اول حاجه عندي الاي دي كذا الاي سبين كذا التايتل كذا في عندي تو اوثرز اديشن والديسكريبشن واللي بعده واللي بعده واللي بعده طبعا مش مهمة قوي يعني البراوزر لكن هنشوف ان شاء الله هنعرضها ازاي في بعد كده في حاجات تانية ما كده ما فيش مشكلة لا في مشكلة بيقول لي deprecation warning تحذير في الديبريكيشن ان اليو ار ال اللي انت بعته deprecated او deprecated يعني ماشي ماشي حالك اي حاجة and واحنا هن ايه and will be removed in the future version مش عارف بيقول لي نوت ان في المونجو كونكت انت مفترض تبعت لي اليوزر يو ار ال بارسر كاوبشن عشان احنا بعد كده هنديبريكيت او هنلغي يعني الفكره القديمه دي ماشي زي مونجو كونكت وبعتنا له اليو ار ال ممكن عاملين كده كوما ونديله الاوبشنز هنا ديبريكيت دي عشان بس نشيل الملاحظه اللي هو عملها لنا دي لان ده هيتلغي فماشي use new url parser وعملنا له ايوه احنا بنشتغل بالنيو نيو ار ال بارسر وترو وتعالى نعيد بقى الايه كنترول سي كده نعيد الكونكشن تاني ونشوف هيطلع نفس الملحوظه ولا الدنيا تمام رن اهو كده مفيش ملحوظات اهي ان في ديبريكيتد او ديبريشيتد او يعني اي فانكشن او اي طريقه هتتشال في القريب ولا كده اهو اللي ايه عرضنا الداتا وجربنا اول حاجه مطلوبه مننا في
اللي هي ليست بوكس بطريقه الجيت، ما بعتناش حاجه لكن عرض لي كل الداتا بتاعت الايه البوكس في شكل جيسون. طبعا احنا عرضناه كده اي كلام كده على شكل على البراوزر. البراوزر طبعا المفروض يبقى فيه ما يبقاش ما بيعرضش بالمنظر ده، المفروض يبقى طبعا ده سيستم بيكول يو ار اي او بيكول بتاع اي بي اي، فالمفترض ان هو هياخد الداتا دي وبعد كده يشتغل عليها ويعرض وكلام زي كده. هنشوف الكلاينت يقدر يكونكت ازاي.